وإلى أخبار كرة القدم حيث انتهى الموسم الكروي 2023/2024 في مناطق سيطرة النظام انتهى بتتويج الفتوة بطنا للدوري والكاس موسم كحال المواسم السابقه كان سيئا على صعيد اداء الفرق في المباريات اضافه الى سوء المنشات وتردي ارضيات الملاعب والاخطاء التحكيميه ايضا لكن السمه الابرز لهذا الموسم كانت حالات الشغب والعنف في الملاعب وهو استمرار للانفلات الحاصل في السنوات السابقه ورغم العقوبات الماليه والاداريه لم يتوقف هذا الشغب طوال الموسم حتى وصل الى لقاء الختام بنهاء الكاس بين الفتوه والوحده وتمثل باعتداء جمهوري الفريقين على بعضهما وتخريب ملعب المباراه للحديث اكثر عن شغب الملاعب ودور روابط المشجعين في ضبط هذه الحالات ينضم الينا من اسطنبول محمد ابو عبي رئيس رابطه المشجعين العليا في اللجنه الاولمبيه الوطنيه السوريه وهو رئيس رابطه مشجعي نادي اهل حلب والمنتخب السوري سابقا مساء الخير اهلا ومرحبا بك كابتن مساء الخير أستاذ وسيم تحياتي إلك ولجميع الأخوة اللي عم تابعونا عبر الشاشة الحلوة الشاشة الصغيرة أسرة تلفزيون سوريا وتحياتي لأسرة تلفزيون سوريا اللي دائما عم تابع الأحداث الرياضية يعني على المباشرة أهلا ومرحبا بك معنا مجددا في برنامج شوط إضافي يعني ظاهرة الشغب موجودة في الملاعب السورية وباقي الملاعب العربية أو العالمية منذ عشرات السنين، ولكن في المواسم القليلة الماضية تنامي ظاهرة هذا الشغب بشكل كبير وإلى درجة أنها وصلت إلى ضرب الحكام، ضرب الجماهير لبعضها البعض وأيضا تكسير الملاعب والكراسي الموجودة في مدرجات هذه الملاعب، برأيك لماذا أصبح الوضع على ما هو عليه؟ من ناحية ازدياد ظاهرة العنف في الملعب السورية بداية بسم الله الرحمن الرحيم أخي وسيم يعني اليوم لما يكون الرياضة ما في قائمين عليها مثلا فاشلين أو غير أبناء الرياضة أكيد راح نصل لها الحال السيء اللي وصلته الرياضة السورية جماهيريا وتحكيميا ورياضيا لانه هالشيء هذا مثل ما اقول هذاك الغيم جاب هالمطر نحن على دورنا ايام روابط مشجعين سابقا كان يصير مشاكل ويعني يصير هتافات وكذا ولكن تنتهي يعني بنهايه المباراه نطلع أخوي وحبايب مع جميع الجماهير الموجوده طبعا كان أندية سوريا الكرامة ولا لأي أندية يعني عرفت علي ولكن يعني الشيء هلا عم نتابعه شيء مؤسف للغاية يعني شيء كثير كبير يعني لأنه قلت لك يعني المسؤولين عن الرياضة القائمين على الرياضة مالهم ولاد الرياضة ودمروا البلد بقى كيف يعني يدمروا الرياضة وخاصة الرياضة الحلبية بشكل خاص تدمير كامل وشامل <applause> طب أنت ترى أن المسؤولين عن الرياضة في الوقت الحالي هم السبب فشلهم انعكس على الملاعب وبالتالي زادت حالات الشغب أنتم وأنت تحديدا كرئيس رابطة مشجعي نادي أهلي حلب أو الاتحاد سابقا ماذا كنت تفعل عندما يحصل بعض الشغب في المدرجات خلال المباريات الحاسمة؟ اخي وسيم نحن لما كان يصير شغب في الملاعب نحاول نسيطر على الوضع طبعا بمحبتنا للناس ومحبه الناس لنا ويصير قلت لك يعني يصير تفاد يعني ولكن ما يصير الشيء يعني يعني هلا عم نلاحظ شيء يعني امور زادت عن حدها يعني هلا بعض جماهير الانديه صاروا يسبوا المحافظات يسبوا بعضهم يعني بعض المشاغبين او المتعصبين كان من جمهور اهلي حلب عم الشام دمشق وبعض جمهور الوحده او اغلبهم عم يسبوا حلب وعم يسبوا محافظه حمص وهذا شيء معيب نحن بالرياضه يعني عيب تصل الامور لهالشيء ومسبات وهتافات يعني حتى قصف المحصنات واساءات للخوات وللاهل يعني شيء معيب اللي عم بيصير بالرياضه هذا دليل ضعف يعني العقوبات ما في عقوبات رادعه ما في العقوبات تطلع اليوم تلتغى بكره حسب الدفع وحسب المكاتب والرياضه كلها تندار بالمكاتب يعني ما بتندار بالملاعب يعني نحن اول قلت لك كنا طبعا نسيطر على الناس بمحبه الناس بالتعاون مع رجال حفظ النظام اللي كانوا يتعاونوا معنا لابعد الحدود وبعد المباراه نطلع أقوي نحن جماعة الأندية كلها نطلع أقوى وأحباب تنتهي المباراة بوقتها ما يصير أي شيء يعني يعني الشيء اللي عم نشوفه يعني مثل ما تفضلت ضرب الحكام والشيء الثاني اللي يعني يعني اللي يعني عم أسوأ من هيك الجماهير عم تنزل على أرض الملعب بعض يعني ما في وين الأمن وين حفظ النظام أنا برأيي ما في دولة وما في قائمين والعقوبات يعني هي كلها عقوبات رادعه وبيحاولوا يعاقبوا الانديه عقوبات ماديه او ماليه نعم. هي كلها عباره يعني مثل مثل اللي عم بضحك على حاله يعني طب. يعني هلا عاقبوا رئيس نادي الفتوي مع احترام له ولا نادي الفتوي وجميع انديه سوريا عاقبوه لمده شهر توقيف عن النشاط الرياضي مع مخالفه ماليه مبلغ كذا طيب الا إيه ضل النشاط الرياضي ولا شيء يعني عمين عم يضحكوا. على الناس عم يضحكوا. يعني والله شيء مهزله يعني استاذ وستين بالرياضه نعم طب. بالنسبة لروابط المشجعين أو الألترس الموجودين حالياً في الملاعب السورية ومشجعي الأندية، ما رأيك بهذه الروابط؟ هل هناك تمييع للتشجيع؟ كيف اختلف الوضع عن سنوات العشرين أو الثلاثين الماضية، حيث كان يتواجد محمد أبو عباية وكان يتواجد غيره من رؤساء روابط المشجعين؟ نعم استاذ وسيم هلا نحن كنا متواجدين طبعا في روابط تشجعين الانديه الثانيه في بنفقدش حقهم وكمان حتى روابط تشجعين نادي الاتحاد يعني كلياتهم اختي واحبابي كنا اسره واحده يعني كنا نحن نحاول قلت لك نسيطر على الشباب نسيطر على الامور ننهي الامور في وقتها يعني وتنتهي بوقتها يعني ولكن وحتى الالتراس كله كانوا اخوتنا واحبابنا كلهم محبتهم للانديه السوريه ولانديتهم يعني هذا شيء كان جميل كثير ولكن قلت لك يعني الشيء اللي عم يصير هلا مؤسف للغايه يعني لا ضل مثل ما بقولوا ما بقى يعني الجماهير يعني يعني صارت ترد جماهير على الملعب عم تعرف مين بطل الدوري ومين بده ومين بده ياخذ البطوله والحكم لمين راح يعطي ضربه جزاء وراح يفوز هي القصه صارت مكشوفه يعني وهذا الشيء عيب يعني انا بقول المافيا الرياضيه اللي عم تقود الرياضه بدمشق هي اللي همها تدمر الرياضه السوريه يعني في شغله يعني هم يلهوا الناس في الرياضه عمال ايش ما بدها بالرياضه بس لا تجيب سيره الدوله والسياسه والامور هنيك في سوريا. وشعب الله يكون في عونه. يعني, الشعب يعني العالم بدل ما يلتفتوا على القائمين في سوريا بالنظام. بدل ما يلتفتوا على الناس وعلى الشعب. الشعب مات من الجوع. مات من الفور. مات من الأهر. مات من الزل. عم يروحوا بالهون بالرياضة. مشان تعرف يلتفتوا للأمور الثانيه والقائمين على الرياضة في سوريا هم يعبوا جيوبهم. وهمهم يسرقوا. واذهب وانت وربك فقاتلا بتعرف انت الامور هاي الوضع هيك نعم طيب محمد ابو عبايه قبل 15 سنه اي اكثر مباراه حضرتها وكان فيها شغب جماهيري في اي مباراه في اي محافظه هلا عدة مرات صار فيها شغب يعني شغب مرة صار بحلب طالبا يمكن بالثمانين اتحاد والحريه بدرع البلديه يعني كان في بطوله اسمها دوري درع البلديه كمان بعثوا لنا حكم كان ضابط حكم المباراه وحاول يدمر يعني الفريقين وصار شغب كثير بالملاعب بالملعب وصار شغب كثير كبير يعني حتى صار بعد الاصابات وتكسرت سيارات المسؤولين والضباط وطبعا هذا الشيء مثل ما مخطط له يعني عرفت علي كيف؟ مهم. هن الهدف هون قلت لك بس يعني وين في عندي ماشي امورها وانديه كبيره بحاولوا يدمروها، يعني دمرونا انا ودمروا الكرامه ودمروا الانديه السوريه، يعني تصور الله في انديه كبيره مثل الحريه، معقول الحريه يهبط على الثاني وما يعود يطلع، يعني هذا اقرب الناس يعني اقرب النادي. يعني هيك هدفهم هن يفرق تسد يعني هذا شعارهم. طب أكثر الجماهير شغبا من خلال متابعتك لألاف المباريات والمواجهات وسفرك مع فريق الاتحاد أو أهل حلب سابقا إلى مختلف المحافظات وأيضا أنت يعني كنت مع نادي الكرامة وأيضا مع المنتخب السوري سابقا على المدرجات وفي كل الرحلات هلا صار معنا كثير شغب بمباريات يعني <applause> نحن مشان ما يزعلوا اخوتنا يعني اذا بدنا نسكن الانديه صار معنا شاب مثلا قال في مباراة اللادية مثلا مباراة تشرين طبعا بعض المتعصبين نحن ما نقول انه كل جمهور تشرين مثلا او متعصبين لا وحتى ما حاطين باللادية وحتى صار معنا شباب مثلا في عده محافظات ثانيه بس بالنسبه لنا يعني الاتحاد والكرامه انا بتوقع يعني اكثر فريقين واكثر ناديين يعني في علاقات ود ومحبه، نحن علاقاتنا كروابط مشجعين كانت مع الانديه كلها ممتازه، يعني نروح نحن على حمص نلعب مثلا مع الكرامه، يستضيفونا رابط مشجعين الكرامه، قبل يوم او بنفس النهار، نروح على دير السور كمان اخوتنا بدير السور رابطه الفتوه، وبدمشق حتى رابط الوحده يعني كمان كانت علاقاتنا كويسه معهم يعني، ولكن اللي افسد العلاقات قلت لك القائمين، نحن بطوله السله حلب كانت 24 عام يعني، فريق جلاء اخذ البطوله تقريبا 21 عام واجى الاتحاد اخذ البطوله طبعا من جلاء هن يسحبوا البطوله للشام واجى ممتاز ملص رئيس اتحاد السله وعملوا العمايل حتى سحبوا كره السله لدمشق مثل هلا ما عم كره السله تتطور غير بس يعني ما عم تتطور نهائيا يعني بس هلا الكرامه ما في غير اربع فرق وهلا دخل النواعير على فريحه ما النواعير على الخط يعني ما هلا اربع خمس فرق بس يعني ما عم يريدوا يطوروا اللعبه هم قلت لك بس الناس تقتل بعضها ويدمروا اللعبه وفريق الوحده بدمشق مش باحترامي لفريق الوحده وللعقلاء فيهم يعني اللي عم يتواصلوا معي والله عم يتواصلوا معي من سوريا ومن المانيا عقلاء من الوحده ومن جميع الانديه ومن, ومن جماعه الكرامه وجماعه حلب انه يعني هالشغب اللي هلا العبصير ما كان على دوركم يعني بنتمنى حتى أطلب من مني أطلع معه اللايف أخوتنا رابطة الوحدة في بلاد الاغتراب أنه أطلع معه اللايف أنه أحكي عن الشغب العبسير وشلون كان دورنا أول وتطلع المباريات وديه بكل محبه وكل احترام وشلون هلا عم بيصير اعتذرت منه اخوتنا قلت لهم يا اخي يعني انا راح احكي كلام اذا راح احكي كلام وما ينسمع او ناس بعض المشاغبين المتعصبين اكيد راح يصير عندهم ردة فعل أن محمد ابو عبايه قاعد برا وعمال ينظر وعم يحكي لا يا اخي لا لا نحن بنريد الرياضه تكون اخوه ومحبه وتسامح ما هي الرياضه لنقتل بعضنا وندبح بعضنا عيب العالم وصلت للامر يا اخي نحن بزمان لعبنا مع سلطنه عمان منتخب سوريا فاز على سلطنة عمان 12 0 انا المباراة حضرانة، يهلا سلطنة عمان بيضرب منتخب سوريا 12 0 يعني ليش العالم عم تتقدم ونحن عم نرجع لورا؟ رغم الإمكانيات، رغم كل شيء متوفر بسوريا، ولكن قلت لك يعني ملتقيين بسرقة النفط والبترول القائمين على البلد، ما سيلين على الرياضة وبس يعني بس بيتقربنون على السياسة وعلى السيد الرئيس. نعم. و نعم. كابتن محمد حكينا عن شغب الجماهير وروابط المشجعين. يعني تفاصيل تحدثت لنا بها عن سنوات سابقة وأيضا المواسم الماضية نريد الآن الحديث عن حادثة طريفة ربما يتذكرها محمد أبو عباية حصلت مع روابط المشجعين وأثناء سفره وتنقله لتشجيع فريقه أهل حلب صار معنا عدة يعني كثير نفت، أنا متابع للنادي من عام 1973 بسافر مع النادي وبسافر مع منتخبات سورية ومنتخبات السورية، وحتى مع نادي الكرامه بالبطوله الاسيويه يعني انا رايح 24 دوله احدى النافات يعني لحكي احكي لك صار معنا 100 نافه عمال نلعب الاتحاد وتشرين بلاديه بتعرف كان احد الشخصيات الكبيره المقربين من السيد الرئيس اجى بحضر المباراه وانت بتعرف انت رياضي استاذ وسيم اجى على المباراه بيجي هذا بسيارته بيدخل لجوا على الملعب جاي له جوله بالملعب وبيقوم الجمهور بيصفقوا له الحكام هون بترتعب الجمهور الخصم بترتعب اللاعبين اللي عم بيلعبوا ضد فريق تشرين اكيد ان كانوا جميع الانديه السوريه، المهم دخل على الملعب نتيجه اول 20 دقيقه الاتحاد فايز 2-0، تفاجئ العالم ما عم حيوه ما عم برحبوا فيه، المهم بين الشوطين دخل على الفريق كان المدرب عبد القادر الكرداني، قال له شو يا كابتن عبودي؟ شو ليش الفريق سيء؟ معقول نحن ناكل 2-0 اول 20 دقيقه مع الاتحاد؟ قال له والله يا كابتن اليوم الفريق اوضاعه تعبانه واللياقه تعبانه. قام المذكور اللي الشخصيه اللي عليها رئيس نادي الرياضه صاح اثنين من الشباب من جماعه المرافقه قال له تعالوا عندي روحوا جيبوا لنا طونيل لياقه من بيروت للفريق خلي الفريق, الفريق يتعدى وضعه في الشوط الثاني نعم طونين لياقه يعني سوى تصور الناس اللي كانوا يقودوا الرياضه نعم طب هلا هو بالور اللي انه مثلا قضيه آه كازوز او شربت مي او شغله او او مال حياه او منشط يرجع اللاعبين للمباراه لا يعرف معنى اللياقه وطلب من المرافقين له احضار 2 طن من اللياقه من بيروت طيب هلا محمد ابو عبايه الكابتن محمد ابو عبايه حاليا رئيس رابطه المشجعين <applause> العليا في اللجنه الاولمبيه الوطنيه السوريه نريد الحديث عن المهام التي سيعمل عليها محمد ابو عبايه اولا بدايه اسمح لي اشكر اخوتنا في الائتلاف الوطني السوري بقياده الدكتور هادي البحره والاستاذ عبد المجيد بركات واشكر الاخ الكبير الرياضي صديق عمري الكابتن احمد جميل علي رئيس اللجنه الوطنيه الاولمبيه السوريه اللي تواصلوا معي وقالوا لي سيد محمد راح تكون انت معنا ضمن اسره العمل رح نطالع لك تسميتك اللي بتستحقها وبتستاهلها قلت لهم لي الشرف اكون معكم والتسميه اللي ذكرتها انت واول غيص قطره مثل ما بيقولوا رحت معهم ودعوني على عفرين دخلنا على عفرين وعلى سباق السلام والربيع وكان سباق ممتاز كثير ونجح نجاح باهر يعني حتى الرياضيين بالداخل كثير انبسطوا، يعني اليوم 400 متسابعه بيجتمعوا بسباق شعبي وجماهيري صار جهود كبيرة قلت لك من الأخوة القائمين عليه لأنه كان الائتلاف الوطني هو الراعي الرسمي وصار سباق جماهيري ونال إعجاب الجميع وحتى كان أكثر من 100 وسيلة إعلامية تابعت الحدث الهام ومنه قناة سورية اللي أنا قاعد عنكم في الاستديو ضيف شرف كبير اللي أكون معكم كان بالفعل جهودكم كثير جبارة وجهودكم كثير كبيرة يعني أنا لا يكرم الملؤ في داره يعني أنا بحكي هذا الحق اللي شفته هاي شهادتي فيكم أمام الله وفي الأعلام السوري الحر طبعا وكان شيء جميل وقلت لك بعض القنوات الفيسبوكية والصفحات معم. كمان قبله بلاء حسن و...